سلاحي، يا قاتل يا مقتول. اليوم قناة الليبية مش هتاخدوها، قناة الشبابية، قناة الجماهيرية، طرابلس، ليبيا كلها مش هتاخدوها. كلنا هنا مسلحين، اللي ما عندهاش سلاح مستعد انه هو يكون درع من اجل انه يقوم بحماية زميله وزميلته في هذه القناة. كلنا مستعدين ان احنا نستشهد، احنا ندافع عن الله. الله، النصوص القرآنية واضحة، الرسول عليه الصلاة والسلام في اقواله كان صريح وواضح. اي جهاد تتكلموا عليه؟ اما جهاد، الجيش الليبي يتردد 1000 مرة قبل ان يطلق طلقة، لانه ما يبيش يقتل اخوه الليبي. ولكن انت جايني مسلحك الناتو ومسلحاتك ايطاليا ومسلحاتك فرنسا، وجايب معك الاباتشي، وجايب معك طيران من فوق يقطف. تجوره اليوم كانت شبه الناس اللي قدرت ترقد، اللي قدرت ترتاح من القصف. وين العرب؟ وين المسلمين؟